واحنا متفقين على التسجيل يا منعم من بعد مباراة اقسم بالله انت جاي. معلش يا منعم. النهارده يوم فرحة وبطولة غالية يا منعم، وبطولة جديدة بتضاف لسجل محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي، بطولة تعني الكتير. خليني أقول لك مبروك النهارده يا منعم على البطولة الغالية. الله يبارك فيك يا فاروق. الحمد لله على المكسب والحمد لله على البطولة. ربنا يكرم في اللي جاي. بعتذر لزمايلي النهارده على الطرد. كنت المفروض امسك نفسي عن كده، وبعتذر لفخر يعني، بقول له ما تزعلش، معلش انا اسف على التصرف اللي حصل مني، ما ينفعش يحصل الصراحه يعني. فالحمد لله عند النقطه دي يا منعم، لانها مهمه جدا. اعتقد الروح دي كويسه، انك تعتذر للاعبين وتعتذر للاعب الخصم، اعتقد دي الروح اللي اتربينا عليها جوه النادي الاهلي. الحمد لله الواحد لما بحس ان هو غلط وبتاع فلازم يعتذر، الواجب عليه يعني. فالحمد لله يعني، الحمد لله على المكسب والحمد لله على البطولة. الحمد لله ممكن يعني الأداء ما كانش أحسن حاجة، بس كنا رجالة وعينينا على البطولة من أول الماتش، مركزين كلنا بنكلم بعض كويس في الملعب، كلنا مركزين إن احنا لازم بطولة زي ديت، عشان البطولة دي مش بطولة واحدة، بطولتين، إن أنت تلعب بالكاس والسوبر. فالحمد لله الحمد لله يعني. منعم كلمه من القلب لجمهور النادي الاهلي، وانت عارف ان مش بالسهل ان تاخد ثقه وحب جماهير النادي الاهلي. بنشكرهم يعني، احنا عارفين لو كان في وقت ان هم لو جم يعني يبقى في عدد كتير كان زمانهم كلهم موجودين. احنا بنشكرهم بجد على الدعم والسند لينا، فبشكرهم واتمناهم الفتره اللي جايه يبقى دايما في ظهرنا. محمد عبد المنعم واحد من اللعيبه اللي يعني عنده نعمه رضا الوالدين وبر الوالدين، اعتقد يا منعم لو هتوجه رساله، اعتقد انت واحد من اللعيبه اللي بيدي رساله في هذا الامر. انا هقول له كلمتين، هقول له كلمتين. احسن مدافع في مصر اخويا، ماشي، وما يزعلش نفسه قد يعني. الطرد ده الحمد لله الحمد لله، واعتذر له، ده قلبه طيب وجدع، هو عنده غيره على التيشيرت وعايز يموت نفسه عشان يكسب النادي الاهلي. بقول له ما تزعلش يا احسن مدافع في مصر. فالاب والام دول طبعا نعمه، نعمه بعد يعني، هم بعد ربنا يعني سبحانه وتعالى. تعبوا معاك كتير يا منعم؟ طبعا كتير جدا معاك بعد شهيد. دول السر، السر والله العظيم سر بجد. فربنا يبارك لي فيهم يا رب. هم بيعملوا عمره، هو كان بيدعونا النهارده، كلمتها كانت في الكعبه فدعوه استجابت، طردت النهارده. بس الحمد لله على البطوله، الحمد لله الحمد لله. شكرا كده، اشكرك يا منعم وبالتوفيق دايما. اعتقد ده كلام مهم وكلام من القلب يا كابتن ايمن، واعتذار محمد عبد المنعم، اعتذار من شيم الكبار، اعتذاره للاعبين، واعتذاره ايضا للفخري لقاي.